معكم إن شاء الله بهذا الفيديو راح نبلش عن بداية طريقة التصميم على برنامج سيف. المرة الماضية عملنا ملف TXF file واللي هو كان هذا عنا. كان هذا المبنى بدنا ننقله على السيف، وكذلك نرجع من عيد مرة ثانية، بنعمل سيف نفتح عليه، بنعمل نيو موديل ديفولت متريك ديفولت بلانك اوكي. بعدين شو بعمل؟ بعمل امبورت دي اكس اف فايل. ممنوع انا اعمل امبورت، لاحظ انه انا حاولت اعمل امبورت وما رضي انه انا فاتح ملف دي اكس اف، المفروض اغلقه، فانا اغلقت ملف دي اكس اف. هسه شو بعمل؟ بعمل امبورت دي اكس اف فايل بالمتر، اموري تمام. هسه شايف كيف نقله، هيك نقله. هسه بدنا نبلش مثلا تصميم، او بدنا نعرف شو بدنا نسوي. اول اشي نيجي، اول اشي عندنا هو قائمة ديفاين، قائمة ديفاين. نيجي الماتيريالز، الماتيريالز عندنا بنعرف احنا مثلا بدنا نستعمل كونكريت، فبدنا نعرف الكونكريت. فانا عندي هون اكثر من خيار، فعندي اول خيار اد نيو ماتيريال كوك، يعني انت مثلا بدك تختار كونكريت قيمتها اف سي برايم 4000 بي اس اي. اوكي، فهذا بدك تشوف خصائصها، بتلاقي خصائصها على خصائص الميجا باسكال، يعني هي كاسم تمام. انا هاي طريقه لتعرف ماتيريال جديده، طبعا انت راح تعدل هون القيم، هسه بقول لك كيف تعدلهم. في طريقه ثانيه اد نيو ماتيريال، انه انت بتختار الماتيريال كونكريت كذا كذا وهكذا. وفي كوبي، كوبي يعني كذا نفس الماده بس بدك تعملها كوبي وتعمل تعديل بسيط صغير. وفي الموديفاي، انك انت تعدل تعدل المادة اللي انت ناويلها. هسا شو بتسوي؟ هسا احنا بدنا نعرف كونكريت. هسا CSA C30 هي الكونكريت، فشو بتعمل؟ اعملها موديفاي، ليش اعمل واحدة جديدة؟ خلص من انا بدي اياها، سميها مثلا انت شو عندك، انت عندك بالدولة اللي انت بتشتغل فيها قديش عندك مقاومة الكونكريت؟ 25 ميجا باسكال ولا 30 ولا 35؟ بدنا نحكي ولتكن 30، سميها C30. يعني انت هاي حسب الموقع عندك بتختار هذا الاشي وبتصمم على اساسه. شو نوعها؟ كونكريت. هذول ما قلناش فيهم. وزن الكونكريت، وزن الكونكريت بالعادي هو عبارة عن 25 كيلو نيوتن لكل متر مكعب، هذا الوزن. طيب المودلس اوف الاستيسيتي، احنا بنعرف ان المودلس اوف الاستيسيتي للكونكريت هي 4700 ضرب جذر اف سي برايم. كم اف سي برايم انا ناوي احطها؟ والله ناوي احط 30 قوة نص. هيك انا ايش؟ طلعت المودلس اوف الاستيسيتي للكونكريت 4700 في جذر اف سي برايم، البوزون ريشيو والحرارة زي ما هم. بعدين قديش انا مقاومة الكونكريت عندي؟ مقاومة الكونكريت 30 ميجا باسكال. بدك اياها لايت ويت كونكريت؟ لا. المودلس اوف رابتشر بدك تاخذه من الكود ولا تطبقه انت؟ من الكود ما بفرق، يعني هاي وهاي يعني ما راح يفرق كثير، بس في له هو قانون بالكود. فخلي بيست اون كونكريت اللي هي الاس اي اي. اوكي، فهيك احنا عرفنا، صار اسمها C30. بدي اعرف الحديد، الحديد هذا الجريد 40 جريد 60، بعمل موديفاي. بدي ايش مثلا الحديد؟ انا الحديد عندي 60، الحديد 60 اللي شد 60 هو اف واي 420 ميجا باسكال. بختار نوعه ريبار، ما بختار ستيل. ليش؟ لانه الستيل هو مباني الستيل، مادة الستيل يعني البراغي والالحام وكذا. الكونكريت اللي كونكريت، ريبار اللي حديد التسليح، التندون اللي هي تبعت البوست تنشن سلاب ما راح نتطرق لها ابدا الا اذا عندك ماده اخرى. فاحنا بنحط ريبار، وزن الحديد هو 77، المودلس اوف الاستيسيتي للحديد هو 200000، مقاومة الحديد هي 420 ميجا باسكال، والافيو مش مهم كثير. هسه هذا حديد الطولي، طب حديد الشير وينه؟ بقول لك اعمل كوبي وسميه اف واي 280 وغير هاي ل 280 فقط. ليش؟ انا مقاومة الحديد عندي انا للشير هي 280 اللي هي شد 40 جريد 40 وهاي جريد 60. انت بالنهاية هذول الماتيريال حسب انت ايش عندك بالموقع، حسب انت ايش عندك بالموقع. تمام، هيك احملنا احنا ديفاين ماتيريال، خليها فيديو لحالها. فملخص انه انا اذا بدي اعرف مادة عادي بعمل هذا نيو ماتيريال، مثلا بدي كونكريت، كونكريت وزنها 25، 4700 ضرب 30 قوة نص مثلا، مقاومة الكونكريت 30 وهكذا. تقدر تختار اللي بدك اياه، بدك حديد
تعمل 77، هاي بدك تعرف مادة جديدة أو بتعمل موديفايل اللي كانوا، وهاي تندون اللي هي البوست تنشن سلاب أنا ما بدي إياها، ما بديش إياها أصلا، بقدرش أحذفها لأن ديفولت من البرنامج، ديفولت من البرنامج. خلاص هيك أنا أوكي، وهيك بكون انتهى هذا الفيديو.